السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد الفكره ديال العشي، واللي غزاله غزاله ولا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها. كتجي زوينه هكا كعشي وخفيفه للاطفال، ولا بحال دابا في رمضان كتجي الفطور زوينه كما كتشوفوا. كتجي على هذا الشكل، هو اللي خبز يعني بان دو مي غادي نعمروه بالفرماج وجامبون. كتقدوا تقدموه على هذا الشكل مع واحد الشلاضه، ولا كتقدموها هكا كما كتشوفوا. انا قسمتها، انتما كتشوفوا في الداخل كيفاش كتجي زوينه هكا، وداك الفرماج كيدوب يعني، وحتى في المذاق غزاله. وما تمشيوش، جلسوا معنا تشوفوا نهايه الفيديو اللي غيعجبكم هاد العشيوه اللي كتقدم يعني في دقائق وبالصحه والراحه. مرحبا بكم معايا. لهاد الاكله اللي غادي نقدم معكم اليوم اللي سهله وكتحضر في دقائق، غادي نحتاجو الخبز هكا اللي كيتباع جاهز بان دو مي. غادي نحتاجو طرونش ديال هكا الجومبو ولا يعني الكاشير اللي عندكم، الكاشير محكوك. غنحتاجو هاد الفرماج اللي كنحتاجوه للهمبرغر، اولا الفرماج المكعب اولا المثلث. غادي نحتاجو بيضه اللي خفقتها، وغادي نحتاجو واحد الكميه من لا شابلور ولا الخبز المحمص المطحون. وعلى اول مرحله كناخذوا واحد الطرونش هكا من الخبز اللي عندنا، غادي نبسطوه هكا مزيان كما شفتوا بحال هكا، حتى كيولي عندنا رقيق بحال هذا الشكل كما كتشوفوا. من غادي تبسط لينا، دابا غادي نقطع له هاد الاطراف. تقدوا نتوما تشريوا الخبز اللي ما فيش الاطراف كما شفتوا، غادي نقطعوا له هاد الاطراف. هاد الاطراف البنات هما نيت اللي تقدوا تحتفظوا بهم باش تحمصوهم وتطحنوهم، نيت هما غادي يكون يديروا بهم هما نيت لا شابلور. كما شفتوا صافي الخبز ديالي ها هو دابا بسطتو مزيان. غادي ناخذ هذاك الفرماج، كما قلت لكم يعني تقدوا تبدلوا لما بغيتوش هذا الفرماج هذا، يعني ديروا فرماج اخر يعني بحال دابا الفرماج المثلات او المكعب. غادي ناخذ هكا، ومن بعد غادي نتنيه على هذا الشكل كما شفتوا معايا. غادي نتنيهم مزيان حتى يتسدوا على هذا الشكل هذا، وغادي نديروا على جنب وغادي نوجد واحد اخر. من بعد ما ساليت العمليه كل الخبز اللي عندي، دابا غادي ندير له هكا في البيض كما كتشوفوا. تحاولوا انكم تجمعوا هكا في الجوانب، وغادي نديروا في لا شابلور هذاك الخبز اللي عندي محمص. كما قلت لكم البنات هذوك الاطراف اللي قطعتو هذوك هما اللي تقدروا تحتفظوا بهم، تحمروهم شويه في الفران وتطحنوهم، وتبقى عندكم يعني لا شابلور موجوده ما كيضيعوش. كما شفتوا غادي نكمل العمليه كامله، وغادي ان شاء الله نقليهم في الزيت، يعني كيجيو بنان وكيبغيهم الاطفال، يعني وجبه عشاء يعني اللي خفيفه كتوجد في دقائق، ويقدوا حتى وليداتكم يعني يساعدوكم في هذه العمليه لان ما كتحتاجش يعني بزاف ديال التحضيرات. وها انتم معايا. كما شفتوا
علينا هذا الخبيز ديالنا هاد السندويتشات. واحد النصيحه البنات، هادو يعني واخا توجدوهم على قبل يعني ما طيبوهم حتى الوقت اللي تبغيو تاكلوهم، لان كيجيو زوينين سخان، هذاك الفرماج كيذوب لداخل باش كيعطيهم واحد المذاق زوين. وهانتوما معايا دابا انا درت الزيت ديالي سخون على هذا الشكل، ودابا غادي نديرهم يطيبوا. كنبدا بالجهه اللي محلوله، كما شفتوا هذه الجهه اللي محلوله هي اللي كنحطها لتحت باش كتسد، وكنخليهم يعني تقلاو على اتساع من الجويه كامله بحال هذا الشكل. كما شفتوا يعني الجهه اللي راه محلوله هي اللي كنديرها لتحت الاولى باش من كيطيبوا ما كيتحلوش ليا. كما شفتوا البنات الخبز ديالنا من كيتحمر كيجي على هذا الشكل، كيجي غزال هانتوما ومقرمش ومن الداخل رطب. باقي تيطيبوا ليا هذوك، انا وجدت معاهم واحد الصالاد، وانتم معايا تشوفوا الفكره ديالي. كما شفتوا البنات انا وجدت مع واحد الشلاضه اللي زعما ساهله، درت هكا الخز ومحكوك مع الشلاضه وشويه المايس المطيشه شويه الخيار. المهم نتوما ديروا اللي بان ليكم مزيان في هذا الوقت اللي حنا فيه، يعني ناكلوا الخضر هكا اللي تكون ما طايداش، يعني كتكون كلها فيتامينات. واحد الفكره بغيت نبارطاجيها معكم باش نزينوا بها البيض، يعني باش ما نحطوش غير هكا البيض العادي، انا قسمته حيت الصفر ديالو كما كتشوفوا، يعني خديت الصفر ديال البيض مع شويه ديال الطون هذاك اللي زينت به مع شويه المايونيز، وغادي نخلطهم على هذا الشكل، يعني كيعطي واحد المذاق زويون هكا في الشلاضه، كتجي واحد ديكور وداك الشيء زويون. غادي نخلطهم هكا، ومن بعد غادي ندير بهم واحد الكويرات اللي غادي نزوق بهم داك البيض ديالي، يعني كيجيو في اللذه زويونين، وحتى في الديكور يعني كتجي واحد الشلاضه اللي راقيه. المهم هذه كفكره يعني بغيت نشاركها معاكم، وانتم يعني المهم اننا ناكلوا الخضار وناكلوا الفواكه، ومن بعد يعني الشلاضه تقدوا يعني تحطوا كاع الخضار اللي عندكم موجوده تقدوا تديروا بها. وهانتوما معايا كما شفتوا داك الخليط ديالي، غادي ندير به هكا واحد الكويرات اللي غادي نرجعهم هكا فوق البيض كما شفتوا، وكيجيو يعني فكره زويونه هكا، وفي المذاق حتى هي زوينه. غادي نزين كاع هذوك الطبيسلات اللي عندي، وهانتوما معايا.